بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا في هذا الفيديو هو المتغيرات. ما هي المتغيرات وكيفية تعريف المتغير في البرنامج وكيفية إسناد قيمة للمتغير؟ وحتى نعرف ما هي المتغيرات راح نذكر كم مثال. المثال الأول، لو احنا صممنا برنامج ويكون في البرنامج أول نافذة هي نافذة تسجيل الدخول، فحتى اليوزر يسجل الدخول وأني أعرف بأنه اليوزر نيم اللي يسجل به هو صحيح أو لا، لازم عندي بمكان بالذاكرة يحتوي على اليوزر الصحيح. وبنفس الوقت إذا راد يكتب الباسورد وردت أنا أعرف أنه هذا الباسورد هل هو صحيح أو غير صحيح، لازم أيضا عندي مكان بالذاكرة محفوظ به الباسورد، وراح أني أقدر أطابق من خلاله الباسورد اللي راح يدخل اليوزر نيم مع الباسورد المحفوظ عندي بالذاكرة. هذا المكان اللي ينحفظ به الباسورد أو ينحفظ به اليوزر نيم هو يسموه المتغير. المتغير إذن هو مكان بالذاكرة تنحفظ به قيمة معينة حتى أني أستخدمها أثناء البرنامج. والمتغيرات أنواع، مرات نخزن في داخل هذه الذاكرة قيمة نصية، مرات نخزن في داخل هذه الذاكرة قيمة عددية، والقيمة العددية مرات تكون عدد صحيح ومرات تكون عدد كسري، وهذا يعتمد على تمثيل الأعداد في الحاسوب. وعدنا في دورة الإلكترونيات الرقمية الموجودة في قناتنا أسهبنا في شرح هذا الموضوع. إذا أردت تعرف تمثيل الأعداد في الحاسوب تستطيع مراجعة هذه الدورة، وراح تجد كل أنواع الأعداد وكيفية تمثيلها في الحاسوب. والمثال الثاني، إذا عندي على سبيل المثال برنامج عبارة عن كالكوليتر والمستخدم راد يدخل فد قيمة عددية، وهذه القيمة العددية أيضا لازم تحفظ في مكان بالذاكرة تحفظ بها هذه القيمة العددية، وأقدر أستخدمها أنا في البرنامج. وبهذه الحالة تكون عندنا المتغيرات هي أنواع كثيرة. إحنا في هذا المستوى، المستوى الثاني والمستوى الثالث، راح نحتاج ثلاث متغيرات مهمة، واللي هي راح نذكرها فقط وراح نشرحها في هذا المستوى، واللي هي المتغير النصي والمتغير للعدد الصحيح والمتغير للعدد الكسري. اللي نقدر نمثلها بهذا المخطط، عندنا المتغيرات ثلاث أنواع: متغيرات نصية واللي نسميها سترينج بلغة السي شارب، والمتغيرات للأعداد الصحيحة واللي تسمى انتجر واختصارها INT، والمتغيرات للأعداد الكسرية واللي نطلق عليها بلغة السي شارب دبل. فإذا ناخذ أول متغير وهي المتغيرات النصية، حتى نمثلها في لغة السي شارب نقوم أولا بذكر نوع المتغير واللي هو في لغة السي شارب اسمه سترينج. سترينج في لغة السي شارب معناها متغير نصي، زائد اني نيم هذا الاسم انت تضعه، اي اسم تضعه للمتغير، ويفضل يكون دال على المتغير، والفارزة المنقوطة في نهاية كل سطر برمجي. هاي في حالة انه اذا اردنا نعرف متغير بدون اسناد قيمة اله. اما اذا اردنا نعرف متغير وبنفس الوقت نسند قيمة اله، يكون عن طريق كتابة نوع المتغير واسم المتغير وإسناد قيمة إلى عن طريق كتابة يساوي، ونضع الجملة النصية بين علامتي دبل كوتيشن ودبل كوتيشن، والفارزة المنقوطة في نهاية كل سطر برمجي. أما بالنسبة إلى الأعداد الصحيحة والأعداد الكسرية، راح يكون تعريفها وإسناد قيمة إلها نفس الطريقة اللي استخدمناها بالمتغيرات النصية، والفرق الوحيد أنه يكون عندنا نوع المتغير راح يكون بالأعداد الصحيحة انتجر، والقيمة مالته راح يكون عدد صحيح. بالأعداد الكسرية نوع المتغير دبل، والقيمة مالته يكون عدد صحيح أو عدد عشري. وبالفيديو القادم إن شاء الله راح نتحدث عن المتغيرات النصية في برنامج الفيجوال ستوديو، تعريفها وإسناد قيمة إلها وطباعتها، مع إمكانية تعريف عدة متغيرات نصية في سطر برمجي واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.